السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا بحب التراب جدا. تحب إيه؟ أنا بحب التراب جدا. التراب؟ بس أنا عارف إن الكلاب بسرعة حرام. تحب الكلاب ولا التراب ولا إيه؟ مش فاهم. لا أنا بحب الكلاب. تحبين الكلاب؟ آه. وبعد؟ أنا عارف إن شراء الكلاب حرام. وانت عارف ان اشتري الكلاب حرام وبعد؟ فجارتي عندها كلب، فهل ينفع ان انا اطلع لها معاها مره وكده؟ تلعب مع كلب؟ مره يعني جارتي عندها كلب؟ بس نجسك ولا لا؟ ماشي، ينفع تلعب مع الكلب مره بس حصل اللعاب يغسل جسمك اذا مسك الكلب. اغسل جسمي؟ الكلب بيلحس فيك ولا لا؟ لا ما بيلحس. ما بيلحس خالص ولا بتيجي ناحية فمه؟ لا بيجي بس ما بيلحس. طيب يا بني. طب لو حصل حاجة أعمل إيه؟ تغسل نفسك، يعني إذا لحس إيدك لحس ثيابك تغسل المكان. طيب. الله يسلمك، بس ما تكترش اللعب مع الكلاب. حاضر. بني آدم أحسن من الكلاب ولا لا؟ الله يقول ولقد كرمنا بني آدم. كلب اللي أحسن ولا صاحب طيب تتعلم معه القرآن وتتعلم معه السنة؟ حاضر. الله يبارك فيك يا بني. الله يكرمك يا بني.